تفضل. حاضر معايا الوزراء والمحافظين، أصحاب السعادة والأعضاء لجنة الـ50، قيادات الهيئات الحكومية، زملاء ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد والقرى ومنظمات الأعمال، الإخوة الأعزاء، قيادات المال والأعمال، السيدات والسادة الحضور، كل عام وأنتم بخير. شرفني أن أرحب بكم جميعا للإنابة عن زملائي أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والاتحادية العامة، وأكثر من 4,200,000 من التجار والصناع ومؤدي الخدمات في مصر. تحدي كي نقضي على الفقر والأمية والمرض بل والتخلف في مصر، تحدي نحن جميعا الحاضرين اليوم مسؤولون عن مواجهته. نعم، نحن في حاجة إلى القانون كي يسود ونستعيد ثقة المنتج وثقة المستثمر وثقة كل المتعاملين في الأسواق. نحن في حاجة إلى القانون كي يسود الأمن والاستقرار في شارع النصر. نحن في حاجة إلى القانون كي نحقق العدالة الاجتماعية التي إن استحضناها سادت الفوضى. معتمدين على الله ثم على الضمير الوطني، وأنتم خير من يحفظ الأمانة. عندما نواجه ونفتح هذا الملف، أطلب منكم ومن ضميركم الوطني الحرص، كل الحرص على ضبط منظومة الأسعار. نعلم تماما أن هناك من سيحاول أن يستغل، نعلم تماما أن هناك نوع من اقتناص الفرص، ورأيناها من الآن في بعض محافظاتي، من الآن رأيناها، بالرغم من أن يعني الإنتاج والتوسيع زاد 15% عن الأيام العادية، ولكن استغلال الفرص واقتناص الفرص والسعي للاختراق والإصرار بطريق غير شرعي.